الإيمان هنا، الإيمان في القلب ما وقع في الصدق أو العمل، إيش كذلك؟ إن الصلاة كانت تعلم منا كتابا موقوتا، اسمع الصلاة آخر منه فرم الطريق الصفانية في الخزارة الداخلية ومهلكة بالصلاة وسطابه نوض مرتك نوض 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 هيا حلفة هيا الفلاح ارتكوا هيا الفلاح نوض تصليب نوض تربحو نوض تنجحو الفلاح عند عرب والجنة يدخل الجنة نبي قالك في الحديث الصحيحين من صلى البردين دخل وعلاش كيتزوجوا هاد الناس هادو باش يعيشوا في الجنة باش هذا هذا غير كونيسونس هنا تزوجوا تزوج غير غير موقات اون اوتوندون كيلايف لو بونوم ملك البوت تاع يخدم ايش عليك ادخلوا يا الجنة هذيك هي هذاك هو الجوال ماشي هذا غير موقع تيتعرفوا هنا اي كونيسونس عاد غادي يولدوا ولاد غادي يمشيو ويدخلوا هو ولادو ومرتو الجنة يقول له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ان ساعة الدنيا كما تيقول المغاربة ايه قرنطي من هنا الشنطي بغيت غير تسرقوا بغيت يموتوا لا السعادة هي نعيش السرمة ديال الأبدي دي غدي معكم مرتك هي يا سلام نعيش السرمة هذاك هو الجواج ما هنا غير كونيسونس خدموا هنا كذلك لو كذلك يا سبحان الله عاد نقول لكم تصليوا حشو ما نقول لكم صليوا حشو ما باقيش نهضر مع الجنة في الصلاة إلا كنتي مؤمن إن الصلاة كانت عامل كتاب نقوطة حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى يا سلام يا سبحان الله عاد قلت لي صليو خلاص عليا بارك عليا خصني نشوف الى قلت الى خيتك الى الانسان واش كيصلي علاش كتكذب علاش كتصلي علاش كتسرق علاش كتشرك بالله هو كيصلي ولكن كيوحش الله صلي روما كتشوف حتى سمع الدنيا كتحرق هي تقول اياك نعبد واياك نستعك واش تقولها هي تقول السلام عليكم السلام هو جينا السلام شات اي جلب لنا شات كل شيء ما يلبس بالبوجي غادي يهزوك اسيدي بليوط اسيدي شيخه اسيدي فلان امولانو باش كفير بير مناصر ديال الغرب فيمشى فيمشى وفي الله فيمشى الله كنقولو غير كيقتل فلان مات مشى عند الله فلان ده الله فلان ده الله فلان مشى عند الله بغيت يقتل ما تعطي لا مراه لا ولاد لا يديك لا يخليك عيط عليه يا الله يا رحمن يا وحيد يا رزاق اياك نعبد اياك السلام عليكم استعين بالله يا الله يا رحمة أنا عزبت أوروبا بلجيكا هولندا لندن لكن صارت فيها عندو الكروة شعار المسيحية عندو شنو ما مالي الدين ما تيخدموش يقول الدين عفيو الشعوب يلا كارل ماركس لو بغيتي الدين دخل الكنيسة ما كان لا جواج لا ولاد صافي سكوك الغفران معنى شعار المسيحية يا ربي أعطيني ما ناكل بلا ما يخدمو اكتفي ما فيه ما يخدمو حنا الخدمة عبادة الخدمة عبادة تخدم 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 عبادة يا سلام رد بالك وهكذاك عندهم توحيد الربوبية النصارى تيعترف تعترف مون ديو مزيان عيط الله عيط على الله اليهودي كيعتر ربي موسى مزيان عيط على الله العربي كيعتر أموري عبد القادر كردي العقيدة يا لا يا موسى عيط عيط يا نمار عيط على الله يا الله يا رحمن شو حدا كانت مشات الحج وجات الشباك ديال النبي كتقول كتشكي عليه قالت له يا رسول الله راه يتزوج عليا جاب عليا المراه فدا عليا مراه اخرى راه عدت عليا دار عليا التعدد جاني كذا فحال شاف هذاك الحارث تما قال له الحاجه كتشكي على الله براجلك اللي جات عليك مراه اخرى عدت رسول الله راه عدت 11 رسول الله الى 11 فام اش طلق شوشو قالو تسعود دير الله قول احبه قول له اشكار واش يدير لك حل واش يطلقك ولا يخليك ولا يجيك راه حقه هذاك تناوى ثلاثة وربع كات فيتاس عندو لا باغي الفيتاس الاول بركة عليه يا كادي اليس كذلك عندك الفلوس يلا جوج زين ثلاثة هذاك أربعة غير كون كباب كون عندك البيسيبس والتريسيبس ما عندك شيء يا خويا واحدة كاين شي حاجة تعديلو واحدة أو ما ملكت ملك اليمين كتعرف ملك اليمين ما قلت ملك اليمين ملك اليمين كيجيبو من الروم والفرس كيشاهدو تاك 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 كيجيبو بنات الروم غير صغارات كيجيبو من الجهاد ثلاثة أربعة عنده عند أبا هريرة الشاب اليوم كيمشي لأوروبا
كياخد مرايه شنارسه خارج جاب الكروسه تقول له هزوا راقك لا طيح لك على الخبز شنارسه المغري اخ على الخبز لا على الخبز والخبز ها ها كتشوفوا ها سمعتي هذا في ناسيونال قنطار ديال الحنفين تاكلوا في الفوسفات كرواسو غير الفيلي فباقيات تقطع اسبانيا وتيغرق على الخبز جاب السباكيطي الخبز مذكور مره واحده في القران يوسف صوت يوسف العشينه مذكوره فو مره واحده ربي كاع ما تذكر الخبز بزاف بال مره واحده الناس كيقول هيا خفتي ارد بالك اش مع راسك هيا دير هادي ما شافت واش معك اكون ما يقش شم ولم عندك شم اكرم ارد بالك اه كل شيء تعلق من الكراعه ارد بالك ارد بالك الخبز كذا تخدم تعرف يا سبحان الله كذلك اللي هو كذلك يا سبحان الله نعم كذلك بل كذلك ها ادعي الله سبحانه وتعالى اش كدعي انت تطلب سيدنا معاك اربعه ولا ثلاثه اللي عندك ما عندك شيء وحيده فاخت لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ملك اليمين كنت الصحابه كيجيبوهم من الروم ثلاثة اربعه هذيك ملك اليمين ما بقاش ملك اليمين ما بقاش جهه ملك اليمين ما بقاش لا 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 غير وحيده بركه عليك تعطيها حقها انا راه تبعك يوم القيامه راه شد لها وتشبها ولا تخطيها ولا تجوعها ولا تعريها ولا تاخذ واحد اخر وتخليها مثلك لا 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 ما نطولوا النفس في هذه العجاله هذه ديال الجوج راه الناس يتكفشوا على العيالات وحده ان راه تبعك نشد لها ان الله تيكون لك واحد الخبا محمله ظلمه ناكره ما خاش الظلم ناكره ناكره ضرب الماء وتسبها وتخطيها هذيك عمالة رد بالك احترم الاسلام احترم المراه ما تقراش كاع اسمها الشخصي جيب لي شي مراه تقرا اي صرح الاسلام باسمها في القران الا وحده كتعرفوها كلكم مريم بوحدها هي مذكوره يعني بوحدها ضرب الله مثلا الذين امروا ضرب الله مثلا الذين كفروا وراودت التي وفي شريخة ما كان شريخة ما كان شريخة وراه هي وراه جلاتي هو برنس هي البرنسيس هو غير يوسف يا سلام هي وراه جلاتي هو في بيتها ها هي وهي يا سلام اسم موصول لمفرد مؤنث يا سلام ضرب الله مثل كفر يا سلام ويا هذا شكون انت ما قاش حواء جوجو قد سمع الله قول التي تجادلك ما قاش خولة ما كاينش مرة مذكورة اعتبر القرآن اعطاها قيمة القرآن اعطاها قيمة الإسلام اعطاها قيمة القرآن إنها امرأة مدرسة كما قال حافظ إبراهيم الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الإسلام تخلف امرأة ربها جوهرا مكنونة ويقول تنصبونا إن أم الأولاد أم الأساتذة أم العباقرة نعم أم الحكام يا سلام ولدت إمامنا مالك أو الشافعي يا سلام أو دكتور شفعت الأمة الدكتور ابن سينا او الدكتور الرازي او تفاضل التكامل تفيس بن قرع العلماء للعلم ديالهم افاد عندنا وبزغت واشنطن يا سلام رد بالك ولا الطبيب ولا المهندس ولا البطال ولا عقبه بن نافع في افريقيا افريقيا عنده 25 سنه عقبه بن نافع فتح السودان وجا ليبيا ها وجا ليبيا فتحها وجا تونس فتحها وجا المغرب توصل الاسفي قال واسفي بس ما اسفي واسفي وعاود رجع 25 عام ماشي شيخ بحالي 25 25 سنه في ريعان شبابي وفي ميعه الصلاه وفي ضرب شي الايام اياكم يا شباب اش تحتو اش يا الشباب لا تحتو عقب النافع تحكم افريقيا كلها على حساب بنا تونس ليبيا الجزائر المغرب ومشي درت الباسبور مشيت حتى القبر ديالو في الجزائر باش نشوف هذا البطل اللي 25 سنه عنده وجا دار هاد الفتوحات كلها بون سون الله يخشى بياخذوا منه العبره خشوا منه العبره كيفاش هالشاب وحده ما عنده لا مدفع ولا كان دابا عقبه عنده المدافع اش يدير يخدم العالم كان عنده كلاشينكو هاي السيف هاي السويت الكشكاشة 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 هاي السيف السيف في القرن الاول سيف عمرو العاص عمرو العاص ولكن عنده عقيده عنده ايمان عنده خوف من الله عنده توكل تعيط عليه يا رب يا اله تحب الله ماشي بحالنا حنا وحق هذا اللي ما يتغسل به حقك تعرف تاكل كنيسي وحقك النور اللي في وجهك ما عرفش النور لا كنور اوكي بيت كيضرب كنور قال حقك النور شنو النور وحق هذا الطعام وحق هذا النهار نقص معاري وحق الله وسيدي فلان وحق الله فلانه وحق ده ان شاء الله
سيدي كسيكسو. سيدي حق سيدي كسيكسو لأن مريضها. عندنا سيدي بيبي حق سيدي بيبي لأن دجاجة لأن بركة. سوبي بوبوتام يو بيسي. بحال الحلوف مازال عندكم نتوما قاعرين ومتكفين كتحلفوا بالبيبي والدجاجة وبالبركة وبالحلوف. قول حتى وحق الحلوف كوشونا وحق كوتزيلا سيدي حلوف كاعب الناس المادية ها والله ما سمعتوش النبي شنو قال من كان منكم حالفا في الحبل الله أو يا شخص ما كاينش ما أعظم والله والله العظيم إلا كان معانا في هذيك والله العظيم وحق من بعثة محمد إلا كان معانا باش وحق الله هذا النهار الله هذا القارو إلا كان جاي كبير لقد الله هذا النار الله يكويك بها حنا نجيب قالوا كتكمي الكارو قالوا كنضرب غير طابه قال لي بحال بحال كنت كنضربها طايبه وانا خضرا راه ما كاين فرق الناس العقيده بكدا العقيده بكدا واش كيجي رسول الله نار نار مش عارف هاد المراه اللي تاخذ هاد الراج صافي الدريه كلها صالحه موحده تعبد الله اذا سعت فاشعل يا اذا سعت فاستعين يا رب يا سبحان الله عندنا احنا في الرباط واحد المره باتت فاتت ديجا شاف الشاب كيدير الاسباب في الرجل في الرجل كيدير الاسباب في الرجل قالت يا ربي الله تمنيت هذا الشاب ياخذني الله يا ربي لو كان هذا الرجل والله لا قبلها هزوها الملك والله العظيم قبلها الله ذاك الدعاء من قلب اخر يا ربي بصح كان هذا الرجل داز ايام داخل ذاك الشاب صح مع خوها بقى فيه شي اخلاق وشي معامله قالوا والله اخلاق اخويا عجبتني اخويا انا بغيت نتاهل اش ما عاشش من العائله نمشي لها قول يا خويا هاد الاخلاق اللي عندك زين عندك شي واحد في العائله بنت خوك بنت عمك ناخذها قال له كاين الخير موجود دع علاقه قال له شوف قال له عندي جوج خوتي عندها 20 وحده 20 وعندها 18 قال عطيني هذه ال 20 قال له الله تشوفها ان الرؤيه الشرعيه لابد رسول الله ملي كيجي شي واحد يقول يخدم شي وحده تيقول له رسول الله شفتيها تيقول له تيقول له في ذهب فانظر اليها فهي انه احرى ان يؤذن بينكم تيشوفها تي الله ما بقاش يكشف زعما صار لا حل لي فار مزيان كاش الفيديو انا شريكه هذه يا 40 عام 50 عام 60 عام وخصك يطبق فيها الحديث اللي قال رسول الله اذا نظر اليها اصرته واذا امرها اطعته الله اكبر ها ان الله تقول يا جبريل ابعث خف الجنه المراه المؤمنه اذا اتت بتلك المصورات الاربع اذا اتت بتلك المصورات الاربع اذا اطعت زوجها صلت خمسه صام شهرها صام عرضها الله تيفتح لها الجنة بأبواب ثمانية وتزوج الجنة ما عندهاش ثمن ما عندهاش ثمن ما عندهاش ثمن وخا تصلي أركعة راه ما تدخلش الجنة ربي كيعطيها غير فابور ولكن المرأة تيخفف عليها غادي تلقى الجنة قال لها يجي لها بانت الجنة يا سلام رد بال يا سلام صح معاه قال له الله تشوف قال له غيسي أنا عندي فيك الثقة مشى لعندها قال له أختي راه شي واحد تيخطب قال له جيبو نشوفو قال لها قال لك ولا عليك قال لها ما كاينش يلاه سيدي غير شاف الباب مع باب الكوزينة مع باب الدار غير دخل قال قالت لي اختي مالك؟ قالت لي اختي هذا هو راجل فضل الله قال لا هو عاش في واحد السعادة عادة غامرة عطى الله معاه جوج وليدات عاشوا سعداء طلبات الله بإخلاص ودعوني استجب قالت لي ادعوني بإخلاص استجب إن في خلفها الخير إن علم الله في قلبكم خيرا هذيك المرة ما بغاتش السيدة بغات جوج بغات شركة صنعيرة عطى الله جوج وليدات صالحين الآن باقي حياء يرزقون يا سلام ادعوه ادعوني ها وإذا سألك عبادي عني فإني 12 أسئلة كاينة في القرآن فيها الوسيطة يسألونك ماذا ينفقون قل العف يسألون على الخمر قل فيه ما يتمون في سألوا لما قالوا يا رسول الله وصلت من قريب ولا بعيد تولى نشوف نفسه سبحانه قال وإذا سألك عبادي عني ما قالش قول وإذا سألك عبادي عني ف حرف هنا آلية فإني قريب أجيب دعوة الداعي وكي قالت له بغيتي نجاوبك جاوبني أنت فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وقلت انت جاوب لي جاوب لي الساعه الصلاه خير منهم تعال الصلاه خير منهم شي تطلع الشمس قال عافاك الا طلع الشمس ديك الساعه شنو صبق والصبح ولا الفجر لا صبق الفطور دابا باش كاينين مع راسك الناس كيتبلوا بالصال الصال ما فيهاش اللعب الصال ما فيهاش اللعب حنا مشينا للحج بالطوموبيل 9000 كيلومتر 9000 مشينا لوجده قطعونا الطريق قال لنا لوجده لا قطعوا الطريق بلا في البرد من عادي الطيار ولا البابور طلعنا للطريق لقينا بابور قريه نص الا كتعرفوا الدار البيضاء ما كاين تما كاين ليبيا بعد الدار البيضاء ليبيا خمس ايام طريق ركبنا الطوموبيل خمس ايام حنا في ليبيا الساره
اقف في البابور طريق في البابور صلاة من الصلاة بينك وبين العالم ما تقطعهاش ديما كتهضر مع الله ديما كتكلم مع الله في الصلاة واحدة كتهضر الصلاة الصلاة بين العبد وربي ما تقطعش اللي تيديا مسلكية ماشي دايما معاك دايما معاك دايما صاحبك الصاحب مع الله دايما هو معكم أينما كنتو في ليبيا حنا غادي ليبيا في البحر في البحر صلينا يا سلام نزلنا البرد خلنا ليبيا لسنا فيها 5 أيام الشريعة كلها زنقة زنقة شيبر شيبر ضهر بضهر الصلاة في أوقاتها الصلاة كنت مع الطريق طوبي من تما حتى المشرع هيك هكا شي أحمد زي اليمن معنا الماء معنا الطوبي كل شيء زي الله أكبر الله أكبر جي الإمام الله ركعتين سير الفيديو دخلنا المشرع وكلا صلينا خرجنا عاود مصر ايوا لوه جينا عاوتاني الاردن نايسات كلها قطعناها بالصلاة وعرب سات عطاتي الهورت بورت هذيك ما خلينا واسرع ياك ما ديركم فاصل قصير تقوم معنا باش نعود يا عود يا شيخنا عايش كذلك يا عريسنا يا سبحان الله نعم الصلاة حتى رجعنا عاود ما تقطعش الصلاة الصلاة ما فيهاش عذر ما فيهاش عذر ما تقوليش انا موظف انا السفر انا اليوم العرس انا كذا انا مريض لا 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 ما نقولش من كان هذي تيقولوا العرب حجة اضيق بين التابوت واوهن من بيت العنكبوت انا خسرت لكم كلام والله العظيم ما شاء الله مرة تنظن هذا البيا اللي دركم على الصلاة تنظن إلا كنا احنا مسلمين ومؤمنين وبغينا بلادنا تبقى لنا هكا زينة والخيرات فيها ولدو صالحين ما تنظن هذه الموعظة هذه في هذه الليلة هذه المباركة الفضل تيقول العريسنا إن شاء الله راه ما بقيتش تاكل الصلاة هذه البيا اللي عطيتكم على الصلاة إلا ما بقاش واحد تاكل الصلاة واه خويا وهي كنا احنا قاعدين هنا كنعاودوا الخريف لو كان غير جاب شي شيخ تحسن لك جيب الشياطين يرقصوا وقول له بعث لي جواب ويطمنك هو علاش دير الكلمة لا ديري هاد الكلمة لا ديري هاد الدرس لا ديري الموعظة باش الناس يستافدوا باش الناس يستافدوا باش اللي كان غاعق والديه يا رد بالك راه كذا معاك القرآن ولا تقول لهما اوف هضرت مع الوالدين حاول عاق والدي راه أستاذ دكتور أستاذة وتينهض في الباب اوه في الوين اوه لا 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 ياك الدل مدموم الدل مدموم دم الله ومدحو جوج مواضيع في القرآن لمن للوالدين المؤمنين واخفيت لهم الجناح تقول لي بغوت عليك لا حني راس هرسك شي حاجه قالوا اكيد المليون خير 10 مليون امك عيطات لك وانت كتصلي قالت العلماء قول الصلاه شي جاب عمو انا كنعيط امك كتصلي شكون تغوش اش فيك تكلم والمؤمنين عاود هذه اللي تاع المؤمن عز الكافر عقل والديك رد بالك خاص تصلي ألف ركعة إلا مشيتي عقل والديك تنقصي الدين بل العلماء جابوا الدليل عن من عن جريج كتعرفوا جريج صاحب ذاك المسيحي ولي من أولياء الله الصالحين كان كيصلي أمه كتعيط له جريج وخصك راه صحيح البخاري جريج كيقول ربي صلاتي أمومة يا ربي شنو تقطع صلاة نجاوب أمي عاود كت جريج مثلا كيصلي ثلاثة المرات دعت عليه كلاها بلاصة تنساش يدعو دائما الوالدين دعوا لهم بخير او كيما كتصليش الله يرضي عليك ابنتي ديري الحجاب ابنتي كذا على شو اللي كدير الله يرضي عليك سير الله يرضي عليك بوم عطيتي من شي بيت بعد الوالدين وشاشة البلاصة وانت عارف ما ديرو شي اثنين فيهم عمر انت فاهم فين الوالدة الحليبة اللي عطاتك من جيتين على مطر وداك ها الجنة هنا قلت لها يا ريت ياك 9 شهور انت معلق بنصرانة كاش الوالدة وهي كتحنط عليك ما مسوق ما كتخرج كيجيك الجوع كدير له الجوع كيلا واش عرفتي فيها الحليب ولا فيها جافيل هيك كدير له كيسكت كينعس كتعطي كيفيق يجي الجوع باش كيتكلم مع وكتعطيك حليب معقم وشحال من عام عامين والوالدات اولادهن حولين كاملين كانوا كيردعوهم ما بقاش دابا لا لا اصحلي سنطرة هذا دم اعطي سنطرة العجول اربع العجول تو غيتي كبر عيط له دريس مداني اشتي هذيك قوم ديال
لك باش يحتاج يجيكم ديما راه يدخل الكاميرا ما كاينش واحد حدا شي وحده شحال هذه شي مستلحه واحد مستلحه رمزيه وفيها فائده حدا شي وحده قال لها قول لي نهار جيت نخدم ما شغلتكش قالت شنو؟ قال لها ملي كنت صغير رضعتي حليب امك والحليب سنترال بغي سنترال قال لها واش شتي؟ انا راه سنترال كون قلت لي كاع ما نخدم انت اختي من الرضاعه زولي زولي جوج ايام زوليه دابا في اوروبا والله الا المراه كتولد دابا اوروبيه عياو باش يغيروا سنة الله في الكون فلا انت تزيد سنة الدينا عياو وطيروا ولو عرفوا الحليب ديال الام نفع هو سبب الجنين المناعه ديالك 60 عام 70 عام ساكن شوب بارفيت سون بالحليب عامين صحيح وكا دير 90 عام مازال يا كادا عبيت بدو تيجي الحليب راس الوالد عطاك الحليب سبع ايام وهي كتعطيك حليب معقم تعقيم رباني صفر 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 قاصح قاصح ديال الام عاد كيجي الحليب العادي سبع ايام علاش كانت الام تعطي لهم داك الحليب نفع العقل ديالو وكل شيء كينفع به الانسان كيكبر العقل ديالو عنده منم دابا عارفوا الام الحليب ديالها نفع كيقول لك سيما الوظيف في اوروبا قالت اعطي لهم الحليب عامين ولا عطيتو عامين كيعطيوها جائزه اجي تخلصي عارفين الحليب ديال الام فلن تزيد سنة في الله تدينا السيد اللي خلق الله عليه العبد هو يبقى تقرا ولا تفلسف تغير سنة الله في الكون ابدا كتعكر الجو لك سمع شوف عامل البقر الحوالي مي حماق ما عطاوش العلف عطاو البقر حماق لك سمعتوها البقر المجنون شنو الباق غير عطاه سيدي غير تبن عطاك الحليب يا سلام عيسى كذلك لو كذلك خلي سنة الكون غادي هكا يا سلام حتى الجوج بقى غادي على سنة الكون غادي على الكتاب والسنة ياك فلان تنقول نهار الأول فلان خدا فلان على سنة الله ورسوله يولي لا خصها تكون على سنة الله ورسوله ويعيشوا على سنة الله ورسوله عيسى كذلك ما يدوش الموقع هكا نقول فلان خدا على سنة الله ورسوله اللهم بارك لهم عليهما بغينا رب العالمين يشاوش منا كندعو معاهم الناس يا رب يوم كيفاش المنكر يكونوا وربع يستجب ابدا يا باش تكون اشواش العنكبوت ما فيش ما يرضي الله جوج العنكبوت ربي قال في العنكبوت ان اوهن بيوت بيت العنكبوت بيتا والثاء موت الناس اي الدار شكون كتبنيها المراه دابا العنكبوت حشر ما كتبغي جوج ما كيجيبش الراجل لا هي بوحدها كتشرب الدار دائم كتشرب الدار عاد كتعيط تقلب على بركابي يلا البريتش غتسكن بيني يلا موجوده كيدخل الدار هي مراس الدار كتبقى عليه كيقعد في شبكنا ما يخلصنا تيهرب كتخط ليه تبغي تقتلو كيهرب لو قال لك المرا اللي ذبح راجلها ما بقاش جوج هي هذه مذبحه في وزاره الداخليه يذبح وزاره الماليه ما يمكنش كتقول له كتشمو كتعضو كتقتلو كيهربو كتبقى هي بوحدها او هان بويتها بنت عنكبوت ذلك ولو كذلك ما فيش رحمه ما فيش رحمه ان الله قال لكم من اياته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الى وجعل لكم هذا هو رسم مودة ورحمة رحمة الله رحيم بالأم رحيم بالمرأة هي عاود كذلك خدمتو الطايرة قالت لك الراجل غادي نخدمو في الحياة نولدو ولاد نربيو نمشي معاه للجنة يا سلام ساهلة عليا الجنة الجنة ما عندهاش ثمن كتقول لك المرأة المؤمنة أوه هذا الراجل ثمن جنة وهو ثمن هذا الراجل كيف 40 عام قيام تروفا زيرو مشي للجنة إن الجنة ما كاينش يدخل لها يدخل بالعمل ديالو أبدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يطغى الهوى اعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه بعمله النبي قال حديث النبي حديث النبي اعلموا انه لن جمخشري نون حرف النون جمخشري لن يدخل احدكم الجنه بعمله تقول صليت صدقت والله ما جيك دا ثمانيه في الجنه جاك عطاكم غير فابور ادخل انتم الجنه غير فابور فابور والله يدخل الجنه غير فابور ما عندهاش ثمن هي قالوا شو الصحابه باش شو بس يعجبوني الصحابة عقلاء مي قالوا لهم قالوا ما شاء الله هذا الحديث قالوا ولا أنت يا رسول الله حتى أنت قالوا ما تخرجنا قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله أكبر شكون هو اللي غادي يعبد الله يا رسول الله شكون اللي غادي يجاهد جاهد في الله حق جهاده اللي ما يجد حتى شي واحد لقي ما لقي ولقى ما لقى وقاس ما قاس وضاق ما ضاق وضاق الصدى أو العقل من أجل أمتي من أجل أنت باش تدخل الجنة 23 سنة ما تبرع ما تشطح ما نبس ما كلا ما شرب طوموبيل ما نقصر وهذا كيف قلت تمر ياس وتقول يا ربي جن امتي 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 بغي سبعه زمر يرفعوا ويدخلكم الجنه سبعه زمر في العالم في
فيهم الشيخ لا اله الا محمد رسول الله، فيهم الشيخ لا حياة مادة، أمس رام أمس محمد، كلينتون بغا يدخل الجنة، كلينتون، لكن عبد الكروة ما بغاش عبد الكروة، بالي تاع عبد الكروة، أسمعتيش النبي شنو قال؟ كلهم ولاد يولدوا على الفطرة، الله خلق كلينتون على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسسانه وما قاسي يسلمانه مسلم أصلا. كلينتون غير تعداو عليه بدا الكروة دا الإنجليز أو لا شعرون دا لا لا ما خلقو مسلم لو كان لقى باه مسلم ومسلمة يتبع الإسلام أليس كذلك؟ كذلك سوا يكونوا مسلمين يخرجوا ولاتهم مسلمين عمر 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 الشوك تاود حب الملوك إلا كان باه سلبي نصراني ولا يهودي ويدخلوا اليهودية غادي يخرج مسلم لا أبدا كذلك ولو كذلك إلا في المادي سلم طارياني من قسم عن المسلمين قالوا له سلمتي دخلتي الاسلام بس دخلتي الاسلام شنو السبب؟ قال لهم انا مثلا شنو النصارى كي كيفهموا الاسلام كي كيفهموا الحديث عاد دخل الاسلام ما حنا ما فهمنا والو عندنا 90 عام يا سلام قال لهم انا ما دخلتش الاسلام قال لي كيف دخل الاسلام؟ ما دخلتش قال لهم ربي انا خلقني مسلم منين كبرت لقيت امي وبا نصارى رجعت لديني وخليت لهم النصارى نيتهم شنو الحديث كي كيفهموه النصارى ذاك عبد الكروه ذلك فضل الله يؤتيه لمن يا شعب هو الاسلام حنا عندنا قرون خسارة الإسلام، ما كنعرفش حتى ندعيو الله. إلا بغينا ندعي الله شنقولوا؟ اللهم اسألك هذه مالي، شي واحد يقول لهم، اللهم اسألك الكفاف والعفاف والجفاف. ما عرفتش سيد هو عنده قرون خسارة الإسلام. الدعاء ما عرفش يدعي. الكفاف والعفاف والجفاف. واحد كثر منه كاع قال له، يا رب اللهم اجعلني من الخلفاء الراشدين. يا قلت له اعمل حاج، الخلفاء أربعة. أبو بكر عمر عثمان إيوا ما كاين شي خمسة شبيرو العثمان خرج عثمان ندخلوك أنت خرج الكف الأرض ندخلوك دير خرج عمر عمر موحد هنا راه هذا الخير في مصر عرفتي عمر خليدة في مصر والله لو كان تعرف القيمة اللي خليدة فيهم في مصر عمر ما عمري صار عمر أبدا علاش رجع له من النيل النيل كان رسول الله جيني خبرهم أنه غادي يفتحوا بلاد العجم من بعد ما توات تولى الخلافه سيدنا عمر سيف عمرو بن العاص هو اللي غادي يحكم على مصر اللي دخل مصر قام اش كيديروا ما كاينش راس العام راس العام كيهرب النيل كتعرف النيل بحر النيل هو الروح ديال مصر الا مشى النيل صافي مات مصر مات 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 راس العام كيغر كيهرب واحد الجن ساكن تما الجن ساكن ما اش كيدير كيبقى المعارض ما تقراوش الماء علاش كيشرب على المشروب شنو هو كيمشيو عند بنت عند ديري عند شي عائله كياخذوا منو بنتهم بحال غادي يعرس كيلبسوها الذهب واللباس كري الاخري وكيرميوها في راس الجبل تحت ذاك النيل عاد كيطعنوا منو خدي روح هذيك تقول مي جا مصر جا عمرو بن العاص مصر قام كيديروا هذه البدعه اش كديروا؟ قال لك روح كتقتلوها ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق قال لي ما درناش هكا كل عام غنموتوا النيل هو روح هو مصر لا ابدا منعهم قالوا باش دافع مصر حنا ما نشوش عنهم خلاص تم خارجين والمصريين هو قال لهم رجعوا نردوا الخبار على عمر بن الخطاب قالوا اش كاين اش كاين اش كاين اش قالوا سيدنا عمر بالاختصار قلت قتلهم ورقه وكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب من عبد الله عمر بن الخطاب الى النيل تكلم عن النيل مباشره الى النيل قالوا ياك تطلع من عند الله فاطلع وكتب تطلع من غير عند الله فاطلع الى ابد ابدين ما يطلعك نموتوا الشعب الى غير نشركوا بالله وقتلوا النفس الربع بلاش الى غير الدواء كنت مريض وتشرك بالله تو قال لك ولكن تكفر بالله وتقطع ونصرف لك رجلك ولو خلي بوها مقطعة نبقى موحد توحيد هذا كيداوي ندخل الأخيرة بلا شر ندخل بلا الدين ندخل عمى إن هذا الأخيرة كل شيء كمكان اللي مات مقطع عليه رجله في الأخيرة غادي يبعث برجلي اللي مات عمى كيحل عيني اللي مات أمي ما قاريش كيعطي الله القراءة ديالك قالوا اقرأ كتابك بين فسيكا كل شيء كيدير هذيك راه كمال رد بالك حتى هذيك الملايكة تقعد من الخاتين ديالك كترجع لك ديك الحيمة الطباق هذيك دار الكمال هذيك دار النقصان ما تحمق يبعث بعقله ما كاينش النقصه في الاخره كل شيء كامل الطباق كاينش كذلك وخلي الشرك ما تقيش الشرك ان الله لا يغفر عن شرك يغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك بالله تحبط العمل ديالك ولا توحي اليك والى مخلفك ان شركت يحبطنا عمله ويديك الله امرك بالطاعه بهم وكيل لا قال لك شرك بالله عصاهم وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطع هنا عصى الوالدين هنا عصى امك غتخرج عليك غتخرج عليك عملك ولا شك سلاح بطن عملك من كان رجل خاء ربي في العمل عملا
صالحا بحال هاد الناس هذا بليبيا وتناس الحضارة العالم لو كان كانوا مؤمنين اشكون نتوما الجنة يا كنصارع شنو هذا يستعبوا له يا قريتو عليكم كلكم توماس اديسون من الادميرال المئوية 100 مخ 100 مخ الحضارة 100 كنستافدوا دابا بيا كنتبرعوا 100 مخ 100 منهم توماس اديسون كيدير غير الشلوكة وكيدير الفاجون كيشوطي با با او نو سمع لي سمعتي كون كنشعلوا غير الشمع 30 40 مازال نتوما في عالم الضر وقيمة الزيت انا عندي 80 عام غنعشف في الشميعة يا سلام قايلين حشدقة جارية كيدير السلوك كيشوطيو عنده ما لقى فكرة باش تعرفو هنا عند وزارة الداخلية المرأة قالت ما من الرجل العظيم ذكره التاريخ إلا مرأة ومرأة دين أو دنيا خديتي مرأة عظيمة في الدين تعطي خديتي مرأة عظيمة في الدنيا تعطي تعطي سيدنا رسول الله خدا مرأة عظيمة في الدين أعطاه ولا ما عطاش سيدنا نوح 950 عام المرأة معاه خانته في الدين أعطى ما عطاش لا ثاني واحد اللي آمنوا به سيدنا ابراهيم خدمة فيها مع سارة أعطاه ولا ما عطاش الله أكبر أعطى سيدنا إسماعيل خدمة مع الله أعطى والمرأة معاك دائما 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 قلت له المرأة معاك إذا كانت في المستوى المطلوب تعطيك تعاونك تساعدك يا سلام لأن يد وحدة ما كتصفق إذا كذلك كما يقول المغاربة يد واحدة لا تصفق ولكنها تصفق هذا توماس راك تهضر في الخاوي تي باردون لو فيد قال تيان جو فيسي دون لو فيد راه نجرب الدجاجه في خاويه دار الدجاجه خاويه بحال هكا دار ريزيستونس فيه بوشه دار فاشنوط شعلات مشروطات العمليه دار بولا هنا وهنا شعلات الضو راني ما تي في بوغ لو فيد شفت اول مره شعل خاص الضو عام شعل ولا بقى يضحك الي شعل وجده ايوا شعل الناظور شعل ميريكان ايست ويست نورث سود شعل العالم باسره دول العالم ولكن مع الاسف طوندو فاتيك بوريا اللي هو هود الخبر ما لقى حتى بولا شعله في مشاعر شي كل شيء صوتي تقول قلت له توماس شعلتي العالم وشيتي قبرك ويليس كارير اللي خسر عاد يقول المكيف موك ويليس كارير فرنساوي واش على المكيف ايوا قلت له ويليس بردتي العالم وخليتي قبرك في جهنم يا تقلق برت قبرك اول الاول هذه الادميرال المئوية اعترف بهم كارلين الماني قال لهم 100 مخ استفدنا منها مع الاسف اخويا الى زعما الى ما الى رجع للدين والله الا نصاري الحسن دار في حاجه دار 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 ويلي صاري توماس اديسون لويس باستور بولاغو نوبل صاحب لا ديناميت سيدي اللي اكتشف البخار شكون اللي قرا في هذا الليف هذا عند 30 كان يقراو النصارى نوتر ميلو ليفر كانت الماشينه كتمشي غير بالنفس بحال ذوك الكلاب ديال الكوبو دابا طوني بدا يمشي طور يا الام تاك جات طورات يا فين غادي يا سي كذلك هذه ادمغه مئويه عاد مئويه عاد اخرى باش كملوا المئويه العلماء ديالنا ابن سينا دكتور رازي تفاضل التكامل الخوارزمي اكتشف الصفر وما اكتشفوا من الصفر ما كتعرف لي شي في الروم شحال خص باش تجمع غير مليون صفر طن 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 غير تطلع يا سيدي قول له الحاسوب تك 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 يطلع يا سلام كذلك ولو كذلك شوف الناس شنو عطاو للناس ماشي العين تسحب مثلا الانسان جاب غير الصلاه غير الصلاه شنو تخدم غير تعطي البشريه فائده قضيه الشرف انت شرف تاخذ فضل الله شنو تخدم دين ودنيا انطلاقا من قوله تعالى وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا انسى نصيبك من الدنيا من الدنيا اعطي وخذ انت اعطي وخذ خذ انت خذ الايمان خذ تبرع لبس شرب تزوج ولد لبس حتى في الباهي حتى في الزينة إذا كنت تصلي في المسجد قالك رب العالمين إذا تصلي عندي تنقي تنقى عجاجي يا بني آدم خذوا زينتكم خذها نعم ودير من آداب المسجد رد بالك شحال واحد مسكين غلط تنوض من بيت النعاش يمشي البيجامة لبيت الله واش مات الولادة قل في الآدب هذا ولا غادي بالكتمة ويعيطوا عليك شي كونفوكاسيون تما غادي داخل عند القايد بالكتمة دير تأدب تأدب مع الله البس النصارى اللي جابونا كاع الكيط ما قال لك ما خصهاش تخرج كاع من بيت النعاس تخرج بيت النعاس لبسها حطها وعاود حاجه اخرى ماشي راه تخرج تسير بها في بيان الشيء او لك تخاشك خانزين الناس ما مأدباش مع الله كذلك ما قدر الله حقق ايه عيطك الله يقول البس مزيان تلقى البس تعطل عارف ما تتكلم مع الله لعطاك العينين والصحه وبرعك وعطاك المائده الكونيه وعطاك العيادات وعطاك النساء وبرعك وعطاك الفواكه وعطاك المراه تحط بها بصارك وعطاك العقل وعطاك الحضاره وعطاك الجنه ميتونه تاع الجنه ولا خذ خيلك من الاولى وهو يخصك تتادب معاه الى عيطك تصلي يتادب قرا الفاتحه مزيان تعلم تقرا
قرات الصوره مزيانه عرفت تدعو عرفت تكلم الله عالم عباد بالعلم نعم عرفتي مع ماذا تمشي راه عرض عليك الله يفرك الدروب ديالك ويعطيك الرحمه يا سلام وكل المشاكل ديالك سير 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 وين تعبدوا نعمة الله لا تحسوها لا تحسوها نردبال وركعوا مع الراكعين اذا السلام عليك الجمعه سير شعوا لهذيك لله سير عند رب العالمين قدروا قدروا عظموا يعظمك قدموا ها نعم عظم الشريعه ديالو ومن عظم شعائر الله فإنها مين وهذه الحمد لله الجوج هكا راه متقول خلو ها الشعير هذه راه شعيره هذه عرفت راه شعيره معظم كلام الله ومن عظم شعائر الله فإنها مين هذا يدل على تقوى الله يا سلام كذلك هو كذلك اللي بغى بغى واللي ما بغاش اللي عجبته الناس اللي ما عجبش ماشي شغل ومع الرسول الا البلاغ لا ماشي شغل ماشي كلشي غاتهدي هذا كنقول لكم غاتهداو ماذا بينا كلكم مازال ولكن النفوس هذه شوف واحد كيسمع وواحد ما يعجبوش واحد يعجبوه واحد ماشي شغلنا ومع الرسول الى البلاغ المبين بلغ بلغ الصلاه بلغ التوحيد بلغ الاخلاق اللي خصنا اليوم انما اعتدت تميمه مكارم اخرى انما الامم اخلاق ما بغيت انما بقي شيء دابش خلقهم ذهبوا تقي بالله بلغ ها انك لا تهدي من حواك الله يهدي من يشاء باش نهديو حنا الناس النبي قال له صلى الله عليه وسلم قال له انك لا تهدي من حواك قال العمو ان دافع عليه ها يا سلام قال له استغفر قال له ما كان النبي ان يستغفر المشركين ارتبال الهدايه من عند الله هذيك من عندك وكانوا مع الرسول الا البلغ بلغ عشان كذلك فعلوا كذلك غير في سولي لما تدشي فيها غضب الله ها فيها نصيحه فيها بس فيها ضحك فيها لعب نعم زيان وكيف يدخل كتاب السنه باش يضحكوا الناس باش يغضب رب العالمين يغضب على كل شيء لا دينا دينا البصره فرح هذا عرس هذا نضحكوا فيه ونلعبوا فيه وكذا الى اخره حتى في الفرح اللي كان في عهد رسول الله الا شافوا العيالات غادي ساكنين تيقول لها رسول الله تيقول لمرته يا عائشه الانصار كيبغيوها ضرب ضربوا لهم تيقول لها رسول الله شنو نقولوا؟ قالوا نقولوا اتيناكم اتيناكم